لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يوم الثامن الذي هو يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنهم يأخذون الماء ويجعلونه في ميناء ليكفيهم أيام الحج، فسمي بهذا الاسم. النبي بقي على إحرامه وذهب إلى ميناء ضحى يوم الثامن، والصحابة الذين تمتعوا أحرموا في مكة وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء في ضحى يوم الثامن الذي هو يوم التروية. يسن التوجه يوم الثامن إلى ميناء قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ونكفر من التلبية إلى أن نرمي جمرة العقبة. فإذا توجهنا إلى ميناء يوم الثامن نصلي بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.